والتقمص يعني ولادة جديدة لشخص مات قبل زمن، فتنتقل روحه إلى جسم جديد تحت اسم جديد وفي بيئة جديدة. أنا من عمري بخاف من كل سنين الجاية، كل ما بمشي بحس الدنيا بتقسى عليا. ندى أبو شقرة تعيش قرب بيروت مع عائلتها، وهي موسيقية وشاعرة. تقول إنها تتذكر حياتين عاشتهما قبلا، وخصوصا الحياة التي انتهت خلال أحداث عام 1958 التي جرت في لبنان. بأحداث 58 كان في مشاكل بين اليزبكية والجنبلاطية بالجبل. يومتها كان كمال جنبلاط بالضيعة بالخرايبة، وعمل صلحة بين أفراد من اليزبكية والجنبلاطية، واتفق إنه يهون خلاص يا شباب وما بدنا مشاكل. وفل قبل ما يوصل كمال بيك للمختارة كان بلش القواس بالضيعة، وقفت أنا بالشباك عم عيط له لابني، لحتى إنه ما بدنا مشاكل، ما بدنا نحمل سلاح ونقتل. بس كانوا بالجهة المقابلة كان في شخص عم بيقوس على كل ضوء بيشوفه بالبيوت. وقفت بالشباك دغري اجت رصاصة بقلبي. غالبية الدروز تؤمن بأن من يموت فجأة ميتة عنيفة مؤهل وحده للنطق، فحين يولد طفل متقمص قد يبدأ بالحديث باكرا ويخبر عن تفاصيل من حياته السابقة. بلشت أحكي، كان عمري حوالي 10 أشهر، بلشت أحكي قبل ما أمشي، وأول كلمة حكيتها هي الخرايبة، ضيعتي اللي كنت فيها مش بالجيل السابق، الجيل اللي قبله. صرت أحكي عن ولادي وضلني أبكي، بدي روح لعندهم. بس أكتر شي بضل بذاكرتي لحظة المتت فيها، لأن ما طلعت الروح دغري، ضليت فترة وضليت حسي بكل شي عم بيصير حولي، وما قادر أفتح عيوني ولا قادر أحكي. كنت أصلاً بتضيع دغري بتتناقل هيك خبرية إنه في فلانة نعيمة زين الدين ماتت ورجعت خلقت، اسمها ندى أبو شقرة. ندى أبو شقرة تزور باستمرار أولادها الذين أنجبتهم يوم كانت روحها في جسد نعيمة زين الدين، لذلك لا عجب أن يكونوا أكبر منها سنا. يا أهلا يا أهلا أهلا مرحبا. كيفك؟ بعد فترة طويلة عرفت أنا أنه خبروني الناس أنه في المرحومة أمك ناطقة. فجأت وانبسطت كتير، يعني رحت شقيت عليها وسمعنا منها القصة كيف صارت. بتذكر أنا كل شيء بتذكره أنه نحن كنا نايمين بغرفة تانية، بالغرفة التانية، وسمعنا العيطة والهدا، وأنا شفت الوالدي المرحومة والدي شفتها متمددة على الأرض. تفاجأنا بالمشهد، كانت نايمة على الأرض هيك ودم برك. مشتاقة الأهل الضيعة الكلهم طيبين، هودي أهلي حبوني وحبون قلبي، بدي أمشي عدروبن بترك دربي، رح أرجع حبن أكتر بعد الغيبات، بدي أرجع عالضيعة حوش زيتون وغدي بكر عالحقلي أسري الزرعات، بدي أحمل الزرعات. ظاهرة التقمص هذه وغيرها من الظواهر يفسرها الدروز في كتبهم السرية،